وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على زيادة عدد منتخبات بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى 24 منتخبا، وذلك بدءا من النسخة المقبلة بالبطولة والتي تقام بالكاميرون 2019، وذلك بمشاركة 16 منتخبا. كما رد الاتحاد الإفريقي الاعتبار للأندية السودانية وأعادها للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية المريخ والهلال الأبيض بعد استبعاده ما بعد قرار الفيفا بإيقاف الاتحاد السوداني على خلفية التدخل الحكومي.